من وين برجلكم بهالقصة؟ هذا يوسف. قاعدين بتتساءلوا شو جاب يوسف لعند الإدارة؟ قبل ما أحكي لكم خلونا نرجع شوي بالوقت. يوسف طالب زي الكل، شاطر ومثابر وبحب الدراسة. يوسف طالب نظامي، لما الأستاذ بيحكي خلصت الفرصة يعني خلصت الفرصة. يوسف دائما بدرس أول بأول وبحب يشارك. وفي الامتحانات دائما بيحاولوا يغشوا منه. لما يشلفوا الطلاب يوسف الوحيد اللي بيضلوا. متذكرين الامتحان اللي كان ياخده؟ اجت النتيجة. مش زي أي طالب.